ثمان ثلاثة الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2016 دورة استدراكية للمترشحون الأحرار شعبة التعليم العصري بمسلكيها وشعبة الأدب والعلوم الإنسانية. الجهة بني ولا خويا فراغ ما يهمش الجهة اللي يهم هو يعني المستوى المستوى الثاني بغا يمشي بحال الأولى بك في الجهوي صحيح. إذا أفضل العدد يا معرفة على صرف بسفير مالي بلا ما نكتب الجملة كاملة باش ما نضيعش هذا البلاص دونك اف اكس هي واحسب اف واحد. دونك السؤال الاول كيكون بسيط بزاف دونك حساب اف واحد اف او دونك اف واحد نظموا مزيان باش تجيبوا النقطه ديالكم. اف واحد اف اكس هي اكس ناقص جوج زائد على اكس دونك بلاص اكس درت واحد تاعنا ندير واحد صافي هادشي اللي كاين هي واحد ناقص جوج زائد على واحد تساوي واحد ناقص جوج هي ناقص واحد زائد على واحد هي صفر على واحد هي صفر عقلوا عليها مزيان صفر إذن نسوي ناقص واحد جوج حوايج عقلوا عليهم على واحد تساوي صفر وعلى تساوي واحد هادو هما اللي كتعرفو في الآلة القيم اللي كنعرفوها و اف نتاع او شنو كتساوي في بلاصة اكس ندير او هي او ناقص زوج زائد على او بلاصة اكس درت او إذن تساوي او ناقص جوج زيد على او قلنا واحد او ناقص جوج زائد واحد هي ناقص واحد هي او ناقص واحد. السؤال الثاني النهاية نحسبو لي ليميت دونك نبداو بلوس انفيني ليميت اكس زائد ما نهايه تساوي ليميت اكس تساوي الى زائد ما نهايه نتاع اكس ناقص زوج زائد على اكس. واحد الحاجة خاص تعرفوها ان اكس في بلس لافيني هي بلس لافيني هذه قاعدة خاصك تعقل عليها هذه معطى يعني عندك حق خدمي هذه اللي مزيان. إذا درنا اكس ناقص زوج الليميت ديالها شحال بلس لافيني نقص بها جوج تبقى بلس لافيني. إذا بلس لافيني نزيد عليها بلس لافيني غتجيك بلس لافيني. وقول علاش دايما نقول علاش لأن الليميت علاش أنا كتبت بلس لافيني حقاش هذه بلس لافيني وهذه بلس لافيني نكتب نجاوبو اكس ناقص زوج اكس تساوي الى زائد مالها هي بلس لافيني والليميت نتاع الان اكس اكس تساوي الى بلس بارون نعم بلس لافيني هي بلس لافيني. دونك هذه عندنا قاعدة وهذه باينة بلس لافيني نقص منها زوج تبقى بلس لافيني مزيان حيال عندك 100 مليار ونقص منك جوج ريال غتبقى عندك 100 مليار جوج ريال واش تبان. دونك نفس الشيء هنايا الليميت في زيرو بلس الليميت اكس تساوي الى صفر اكس اكبر من صفر يعني زيرو بلس هي زيرو بلس تاع اف اكس تساوي ليميت اكس تساوي الى زيرو بلس ولا هكا هاد الكتابة كانت على زيرو بلس ديال من ديال اكس ناقص جوج زائد على اكس. القاعدة اللي خاص تعقلو عليها باش غنخدمو هنا هي الليميت نتاع الان اكس عندما يولي اكس الى زيرو بلس كتساوي موان انفين. هذه قاعدة تعقل عليها كتب في الوزارة افور قبيضة باش تعقل عليها. دايما كتكون عندك الليميت في زيرو بلس نتاع الان اكس كتساوي موان انفين. اذا هذه موان انفين و اكس نعوضو بصفر لان اكس تساوي الى صفر نعوضو بصفر ناقص زوج هي ناقص زوج زائد ناقص ما لا نهاية تعطينا ناقص. اذا عندك ناقص زوج زدتلو ناقص ما لا نهاية راه ناقص ما لا نهاية هي اللي غادي تأثر عليه. ولكن نقول علاش علاش انا كتبت ناقص ما لا لان الليميت نتاع اكس ناقص زوج اكس تساوي الى صفر بلس شحال كتساوي شوف صفر بلس كتعوض هاد الجهة هاد الشيء هذاك شحال كتساوي هادي كتساوي ناقص زوج حقاش اكس عوضناها بصفر تبقى ناقص زوج والليميت اكس نوفا زور بلس اكس علاش انا معوضتش اكس بصفر لان على صفر مكيناش مكاينش على صفر كتساوي موان لافيني وموان لافيني عندك موان لافيني وتنقص جوج تبقى موان لافيني. شنو هي التخيل نتاع مولا فين تخيل هي ناقص تسعة 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 عمر توقف إلا عاد نقص منها جوج غتبقى هاك قاعدتك سالب كبير. إذن سالينا هاد النهاية صحيح. إذن عقلوا عليهم لأن غادي نحتاجهم هادي في زر بلس قناعة مولا فين وهادي القناعة بلس لافين صحيح. و اف واحد القناعة ناقص واحد و اف هي ناقص جوج ربما نحتاجهم صحيح. إذا النمر
السؤال الموالي، ثلاثة أثبت أن الفتحة تساوي، دونك ثلاثة لدينا بلا ما نبينو نعقبها الشيخ، خلينا علميين اللي خصهم يبينو نتوما ماشي مشكل. أف فتحة لإكس اش كتساوي؟ أف فتحة لإكس هي أف وديرها اشتقاق، إكس ناقص زوج زائد ألم إكس فتحة تساوي. هذه ملي إلا بغيت نفهم مزيان أو لا من مغلطش نقسمها، هي اشتقاق تاع إكس ناقص اشتقاق تاع جوج زائد اشتقاق تاع ألم إكس، لأن مجموع الاشتقاق هو اشتقاق تاع المجموع. قاعدة اشتقاق تاع إكس دايما إكس فتحة كتساوي واحد دايما، صحيح؟ اشتقاق تاع عدد دايما صفر، اشتقاق تاع ألم إكس هو واحد على إكس دايما، هادو قواعد. اشتقاق تاع ألم إكس واحد على إكس دايما، صافي؟ هادو قواعد خصك تكتبهم وتعقليها. إذا تساوي واحد زائد واحد على إكس صفر، معناها نديرو به. وهنا الواحد المقام باش يبقى هذاك، دونك هنا واحد هو إكس على إكس، باش يبقى لي نفس المقام، إكس على إكس هو واحد. ومادام عندي مقام بحال بحال كنحطو وكندير المجموعة الأخرى إكس زائد واحد. صافي جاوبت على السؤال ثلاثة. السؤال أربعة، استنتج أن أف تساوي ديال قطعة على صفر بصفرين. إذا تساوي ديال قطعة يعني خص تكون هذه موجبة. إذا كانت أف فتحة موجبة، إذا كانت أف فتحة راه أف تزاودية، وإلا كانت أصغر راه أف تناقصية قطعة، صحيح؟ دونك أنا خصني نبين أنها موجبة باش تكون تزاودية قطعة. دونك على المجال ديالنا أربعة، شنو المجال؟ صفر بلس انفينيتي لدينا كي داير؟ خصني هذه، هذه هي فتحة إكس موجب قطعة، حقاش من صفر الفوق راه إكس موجب قطعة، هذه وهذه عندهم نفس المعنى. يعني هالكس 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 إكس أكبر من الصفر، يعني من صفر للفوق قطعا يعني صفر خارج، صحيح؟ يعني إلى وهذه كذا تكون إكس زائد واحد راه أكبر قطعا من واحد، إذا زدت واحد أنا زدت واحد هكا هكا هكا، دونك هذا موجب وهذا موجب لأنه كبير على واحد، موجب على موجب راه موجب، يعني إكس زائد واحد على إكس راه موجب. أي شكون هو هذا؟ هو فتحة. إذن F تزايدية تزايدية قطعة، سيد تزايدية قطعة، ومن ثم ضع جذور التغيرات كنديرو إكس ولا كنديرو F، مجموعة التعريفين الصفر هما معروفة في الصفر، كندير جوج خطوط الصفر خارج المجال حتى بلس لافين، كي دايرة تزايدية في الزيرو بلس لقينا الليميت هو موالا فين، عشان كيما نحتاجوها في الزيرو بلس لقينا موالا فين، وفي البلس لافين الليميت لقينا بلس لافين. إذا سالينا التمرين الثالث، هو تمرين بسيط جدا كذلك، غير ما تقطعوش الياس وبداو تخدمو إن شاء الله وربي يوفق. بعد الانتهاء من مشاهدة الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر إعجاب ثم تسجيل في القناة عن طريق هذا الزر ليصلك الجديد، ثم إرسال الموقع إلى أصدقائك عن طريق المواقع الاجتماعية. إلى اللقاء. إذن التمرين الثالث من امتحان جهوي موحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2016، دورة استدراكية للمترشحون الأحرار.
شعبة التعليم العصري.